وبندعو السلطات في مصر لكشف غموض وقوع الطائره اللي احنا لغايه الان ما احناش فاهمين هم وقعوا ليه او ايه اللي حصل، وبنتمنى ان يكون في شفافيه في الفتره اللي جايه ونعرف الاسباب الحقيقيه، وهل يا ترى فعلا ده كان نتيجه عمل تخريبي او كانت نتيجه قضاء وقدر، حتى نطمئن قلوبنا.